يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصد ثم جامع امرأته، فماذا عليه؟ وهل على زوجته شيء وهي قد انتهت من عورتها وحلت منها؟ فهل عليها شيء؟ ما ليس عليها شيء، ما دام حلت من عورتها ليس عليها شيء. أما هو فيعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر ولو في أي مكان ولو في الرياض، ويكون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.